الحمد لله الحمد لله رب العالمين انزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا فهدى الله تبارك وتعالى به من ضلاله وبصر به من عمى وارشد به الى طريق الحق الصراط المستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بين للناس ما انزل اليهم ولعلهم يتفكرون صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع اثره الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا بكم الى حلقه جديده من حلقات مع القران الكريم وفيها دائما مع الصور القصار صور المفصل وصوره اليوم هي صوره العصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الصوره مع قصرها الا انها احتوت على معان عظيمة ولخصت الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا والفوز يوم القيامة وفيها أقسم الله تبارك وتعالى بأعظم ما يملك الإنسان في هذه الحياة الوقت أما المقسم عليه فهو أن كل إنسان هو في خسارة إلا الذي توفرت فيه أربع خصال فهو حينئذ ينجو من هذه الخسارة ويكون في فوز مبين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه الأربع أشياء التي عليها مدار نجاة الإنسان فإذا كملت نجا الإنسان وصالح في الدنيا وفاز يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ تبسيط هذه الصورة قوله تبارك وتعالى صورة كما قلنا من ثلاث آيات لكن في هذه المعاني العظيمة الصورة الكريمة بدأت بالقسم والعصر إن الإنسان لفي خسر أقسمت على هذه الحقيقة أن الإنسان لفي خسر الكثير من المفسرين قالوا أن الله عز وجل أقسم بالدهر اي الوقت والزمان لما فيه من اصناف الغرائب والعجائب والعبر والعظات اقسم على ان الانسان في خسران لانه يفضل العاجله على العاجله وتغلب عليه الاهواء والشهوات كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال العصر هو الدهر اقسم تعالى به لاشتماله على اصناف العجائب. وقال قتاده: العصر هو اخر ساعات النهار، يعني في ذلك اقوال منها قول قتاده هو قالوا واخر ساعات النهار اقسم به كما اقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدره الباهره والعظه البالغه. وانما اقسم تعالى بالزمان لانه هو رأس عمر الإنسان فكل لحظة تمضي فإنها من عمرك ونقص في أجلك كما قال القائل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل وكل يوم مضى نقص من الأجل فرأس مالك أو رأس عمرك في كل لحظة وكل في وكل ثانية يعني ينقص يحضرني قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال ما فقهت بمعنى قول قال ما فقهت سورة العصر إلا لما سمعت رجلا يبيع الثلج في شوارع بغداد وينادي ويستعطف الناس من اجل ان يعني ياخذوا منه ويشتروا منه ويقول ادركوا ادركوا من يذوب راس ماله فكان الناس يشترون منه اي بمعنى ان هذا الثلج اذا لم يشترى منه فانه شيئا فشيئا يزول ويذوب ويخسر فكذلك قال عمر الانسان إن الإنسان لَفِي خسر يعني يبقى على تلك الحال إلا ما استثناه الله تبارك وتعالى وقال القرطبي رحمه الله قال أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الدهر لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدله وما فيها من الدلالة على الصانع وقيل من أقوال المفسرين في ذلك أنه قسم بصلاة العصر أي أقسم الله عز وجل بصلاة العصر لأن أفضل لأن أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى كما جاء في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم الله عز وجل بهذا القسم العظيم على ماذا؟ على أن الإنسان أي جنس الإنسان في خسر بالتنوين بخسر يعني اللي التنكير يعني يفيد التعظيم احيانا يعني في خسران كبير مهما كان هذا الانسان الا هنا الاستثناء هنا الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اي جمعوا بين هذه الخصال امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اي جمعوا بين الايمان وصالح الاعمال فلا ينفع العمل الصالح بدون ايمان كما قال الله تبارك وتعالى الكافرين وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا وقالوا الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فلا ينفع العمل الصالح الا مع الايمان لهذا بدأ الله تبارك وتعالى في الاستثناء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولا يكون العمل صالحا الا اذا كان وفق ما جاء به الشرع لا بد ان يكون فيه الاتباع ما اذا كان ابتداعا فلا يكون عملا صالحا فهؤلاء هم الفائزون لانهم باعوا الخسيس بالنفيس واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضا عن الشهوات العاجلات وتواصوا بالحق اي اوصى بعضهم بعضا بالحق فأعمال الخير أو أعمال الصلاح أو التواصي بالحق وله مفهوم واسع فكل خير هو حق وكل عمل صالح فهو حق ثم قال عز وجل: وتواصوا بالصبر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اي تواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب وعلى فعل الطاعات وترك المحرمات فالصبر يعني اجره عظيم عند الله تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب كما قال عز وجل وورد في كثير من اي القران الكريم وان فيه خيرا عظيما لهذا قال وتواصوا بالصبر من صفات الذين لا يكونون من الخاسرين انهم تواصوا بالحق امنوا وعملوا الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصبر كما يكون على الطاعه يكون عن المعصيه وكما يكون يعني عن المصائب و ما يكون يعني محزن في هذه الحياه الدنيا ايضا كذلك كذلك يكون على امور كثيره يبتغي فيها المرء رضا الله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لهذا حكم الله تبارك وتعالى بالخساره على جميع الناس الا من اتى بهذه الاشياء الاربعه وهي الا الذين امنوا الايمان وعملوا الصالحات العمل الصالح وتواصوا بالحق تواصى بعضهم او اوصى بعضهم بعضا بالحق وتواصوا بالصبر فان نجاه الانسان لا تكون الا توفرت فيه او كملت فيه هذه الخصائص الايمان والعمل الصالح وكمل غيره بالنصح والارشاد فيكون قد جمع بين حق الله تبارك وتعالى وحق العباد وهذا هو السر في تخصيص هذه الامور الاربعه بالقسم الا باستثناء القسم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد لاحظنا في الايه في الصوره الكريمه تكرار وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني لإبراز كمال العناية به أيضا ورد في سورة الكريمة ذكر الخاص بعد العام في قول الله عز وجل وتواصوا بالصبر بعد قوله وتواصوا بالحق فإن الصبر في الحقيقة داخل في عموم الحق الا الا انه هنا افرد بالذكر اشاده بفضيله الصبر اشاده بفضيله الصبر لهذا يعني من ما ذكره المفسرون الذين فسروا هذه السوره الكريمه وهم كثير ان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج البيهقي في الشعب عن ابي حذيفه رضي الله عنه قال كان الرجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سوره العصر ثم يسلم احدهما على الاخر فكانت هذه بمثابه الميثاق بينهما وبمثابه الدستور الذي يكون العمل عليه عند جماعه المسلمين او عند الامه الاسلاميه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر فالحياه اذا كانت بهذه الميزات الايمان والعمل الصالح تواصي بالحق وتواصي بالصبر فانها لا شك تكون حياه سعيده ولا يكون هناك من يقهر هذه الامه لانها تربت على هذا الخير ونشات عليه بل تخافها الامم وتقتدي بها وتسعى لان تكون مقلده لها على ذلك كان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا العالم ونشروا هذا الخير ونشروا هذا الفضل فلما انحرف الناس وتركوا العمل الصالح وتركوا الايمان والعمل الصالح وتركوا التواصي بالحق والتواصي بالصبر اصاب الامه الذي اصابها فانه لا يصلح آخر هذه الأمة كما قال الإمام مالك رضي الله عنه إلا بما صلح به أولها نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح وأن يجعلنا من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم